أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك حشرات متواجدة في البيت مختبئة بين شقوق الجدران، وهي متواجدة بكثرة عظيمة، وهي مؤذية للإنسان والحيوان وخاصة الدجاج، وتنتقل للإنسان فتؤذيه، واستعملنا كثيرا من الأدوية ولم تنفع، وأخيرا قمنا بحرقها بالنار، فهل هذا الفعل حرام؟ لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذا لم يوجد شيء يدفع شرها، إذا وهي مؤذية وتتأذون بها ولم يوجد شيء يدفع شرها إلا بالنار، تحرق. نعم، ولا يكون لها حرمة في هذه الحالة. نعم.